إلى تغريدة ثانية من حساب وزير العمل الأستاذ أحمد الراجحي، واللي أيضا كتب عبر حسابه في تويتر عن قرار جديد أصدرنا اليوم، قرارا بتوطين مهنة الصيدلة بالشراكة مع أخي معالي وزير الصحة لتمكين أبناء وبنات الوطن المتخصصين من الفرص الوظيفية. هذا القرار يسعد الكثيرين من الصيادلة الشباب المتخرجين وأيضا الباحثين عن عمل، وقرار مشترك بين وزارتين نتمنى أن يتم تنفيذه بشكل صحيح ويخدم الأطراف المستفيدة. إلى التغريدة.